المرأة حاليا بالمجتمع العراقي؟ والله المرأة خصوصا المرأة العراقية يعني لها دور كلش كبير بالمجتمع، يعني سواء قبل أو هسه. إذا قارنت فترة الحصار فهي يعني قبلت بلاء حسن على مستوى يعني عالي من التقنية بهالمجال. وبعد 2003 يعني أنا أشوف دخلت المجال العمل بشكل أكبر. يجوز البعض هم قلت لك راح ينتقد إنه يعني حسب كل واحد وعنده رأي إنه صار يعني تحرر أزيد من اللازم ما أدري شنو، هاي حريات شخصية يعني. وبعدين كل واحد يعني هو يتحمل مسؤولية يعني كل شيء يعني يسوي، أو يعني من حيث لبس، من حيث يعني طلعات، من حيث أماكن، كل واحد حر بنفسه يعني. يعني يوم تشوفين دور المرأة صار أفضل؟ إيه، وقاعدة أشوف يعني بالعكس يمكن أخذت مجالات أكثر من الرجل، لأن هسه أغلب الأعمال قاعدة أشوفها يفضلون البنات على الأولاد. دور المرأة في المجتمع العراقي ما بين 2003 ولحد يومنا هذا، شلون تشوفين دور المرأة صار بالمجتمع؟ هو شويه صعد انه بما انه دخلوهم بالحكومات بس ما انطوهم ذاك الدور القوي الكافي، ما اعرف السبب بصراحه، من الحكومه من شيء ما انطوه الدور الكافي. صح ستلقاها انه المراه نقول نصف المجتمع، بس بالعراق بالذات ما احسها نصف المجتمع، ما احسها تبقى المراه مراه، ما عندها انه هي يعني مساويه ويا الرجل. يعني حتى لو تطلع تشتغل بس ترجع للبيت لازم حقوق البيت لها بالضبط، فما ماخذ حقها بالكامل بصراحه. شو عن دور المراه بالمجتمع العراقي؟ والله هي المراه مظلومه العراقيه، شفت تزوج واخذها وحبها وراح دور وراها، لو تزوج لو ما عنده مصرف، مثل ما عنده راتب، لو هذه مظلومه وبشكل، وحتى القوانين ظالمتها. لا مظلومه المراه العراقيه ما يعني يمكن نريد نقول يمكن الربع اللي تستحقه، ما عنده شنو العدها، كلهم دا يشتغلون اكثرهم دا يعيشون نفسهم واطفالهم، يعني الرجال ملتي بغير شغلات، ماكو المرأة مظلومة نهائيا. يعني يمكن تطلع من الالف وحدة خمسة هذولا سعيدات وماخذين حقوقهم، بس ماكو حقوق للمرأة ابدا. Yeah.